تنشر في كل مكان. وإذا تقدر تساعد بتوفير الأدوية فادفع، لا تستهين بالمبلغ اللي بإيدك لأنه راح يساعد ناس قاعد تتألم. بإذن الله ربي راح يعوضك ويزيدك أضعاف مضاعفة والله. وختاما بقول إلى الآن لم أحظى بزيارة السودان، وبإذن الله راح أزورها، ولكن عاشرت من منهم، ووالله ليجتمعن العرب على ما أقول. أنتم أطيب من خلق ربي في الأرض. دائما تنجوي بقدر